نبداو السفر ديالنا، ولكن باش نستمتعوا بهذا السفر اللي غادي نعيشوه بغيتكم تتبعونا، ولكن بشويه عليكم لان عليا السي راوي. اسمح لي انا خاصك تمشي من دابا. اجي نعت لك. اجي فين بوبا؟ شتي فين مشى يوليوس قيصر والفيلق ديالو؟ اي نعم. سير تبعهم تما غيطراو الاحداث. بوبا ديالنا قولي لنا علاش. ابيموس سلام صباح بخير. شحال لاباس؟ الحمد لله. امورك بخير؟ الحمد لله الله يبارك فيك. كيفاش كانت التجربه ديالك في نوستالجيا؟ عاود لينا كيفاش تم الاختيار ديالك. ما صراحه ما عرفتش كيفاش تم الاختيار ديالي، ولكن انا جيت سعيد بالتجربه هذه لانها تجربه فريده من نوعها، ومسرحه المآثر التاريخيه هي فكره اللي عطات بزاف ديال الممثلين فسحه في انهم يعبروا على مواهب ديالهم، وميم طون اننا نلعب في واحد المونيمون هيستوريك اللي كيهضر على راسه. وجاتني انايا نوستالجيا بحال شي سفر عبر الزمن، كتقول للناس تاريخهم، كتبين لهم قدرات ديال الممثلين شنو ممكن يديروا، حتى هي عطاتنا مجال اننا نعبروا على راسنا كوتي باغار كوتي واحد الكوتي واحد اخر ما مولفينش كنديروه، خصوصا على اننا كنظن باننا عندنا نقص في اننا نهضروا على التاريخ ونهضروا على ما هو تاريخي. واش غنقول لك زعما انا جد سعيد بهذه التجربه، وخصوصا اننا تنلعبوا 3 سبيكتاكل، يعني خاصك تبقى مقاردي لو ريتم مقاردي لينيرجي ديالك. تجربه جميله. كيفاش كان الجو مع الجمهور؟ تبارك الله كنشوفوا اليوم اقبال جماهيري كبير، واش كنتو كتسناو هذا الجمهور هذا كامل؟ هذه ماشي النسخه الاولى، كنا متاكدين على ان الناس غادي تجي، لان كيف ما قلت لك تجربه فيها الفراجه بالمعنى الفرجوي. الناس كتجي كتدخل في واحد القالب ديال الكونت، الناس كتعاود كتمشي كتشوف واحد لاسين، من بعد كتدوز لاسين اخرى. سي ان سيركوي لي او ميم طون سياحي او ميم طون تاريخي او ميم طون فيه تشخيص، فيه معارف كياخذوها الناس، وتقدر تفرج الناس من 7 سنين حتى ل 60 عام يقدروا يتفرجوا في هذا السبيكتاكل. هو الفئات كامله، يعني سالت لي الهضره. استمتعتي وانت كتلعب هذه الادوار هذه اللي كاينه في نوستالجيا؟ وقول لي الفرق اللي لقيتي بين الدور ديالك في نوستالجيا وبين ادوار واحده اخرى اللي كنتي لعبتيهم. وصراحه بالنسبه للممثل سؤال صعيب تقول له. انا ديما فاش كنبغي نلعب كنبغي نلعب ديما بايمان، وكنبغي ندير خدمتي على اكمل وجه. الفرق هو كيف ما قلت لك هي تجربه فريده من نوعها، ماشي بحال مسرح كتلعب اون اور سكسيسيف في واحد الكرونولوجي معينه في واحد القالب كلاسيكي الناس كتتفرج انت في لاستين. هنا كيف ما قلت لك الناس بحال الفواياج في لو طون، الفواياج في لاسباس، سي فريمون سي اونيك بصح. وكنشكروا الناس اللي سهروا على هذا الشيء بصح، لان ما كرهناش تبقى التجربه تعاود وتعاود وتعاود. تخيلت راسي انسبيريت شويه من جيم اوف ترونز، انسبيريت من فايكينغ، واخا بعيد هو هذا الشيء، ولكن كيف ما قلت لك خص البدايه من خصنا نكملوا. المهم هو الكماله، ما خصناش نوقفوا حد هنا، لان مزيانه الناس ومزيانه لينا حنا. مسيره موفقه لك ايوب. شكرا شكرا لكم. شكرا.